أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من وقع في شيء من المعاصي أو التقصير وهو حافظ للقرآن يكون مضيعا له ولم يعمل به؟ يكون هذا نقص فيه ويمحوه التوبة إلى الله عز وجل. هم شرط حامل القرآن أنه يكون كامل معصوم، لا، يقع منه أخطأ، يقع منه أشياء، لكن يتوب إلى الله، يتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب. نعم.